الابن الحرام ضربنا الساعه 3 في الليل، ماتوا اولاد وام، ولهني كنا 30 واحد في هالبيت. استشهدت خالتي واولادها 4 وهي 5 الساعه 3 في الليل. شو صاروا ضربوني؟ ارتجاجي، ما سمعنا صوت الا يعني نايمين لحني، وضرب هون وفجر في هالفجر. انا نايم في هالغرفه هون، وهون خالتي نايمه هي ولادها واخوي فوق واخوي الاخ فوق. الحمد لله اهلي صار معنا، الله ينتقم منه. ما عاد غير نسوان عم صيحوا وابيبكوا وما بعرف ايش ثاني شلون، والقبره عبد الدنيا اخترنا من القبره. نحن يعني بعيدين شوي، نحن والله ما بعرف. بيجي الاخبار انه 250 مستجدين، 50 4 اطفال ومراه.